مرحبا بكم. درت الخبز نتاع الدار وغادي نقول لكم الطريقة. فهو الأول خاصنا نديرو، مهم ملي غادي نديرو باش يطيب، هذه هي النصيحة، خاصو الفران يكون ساخن، وغادي تكون تسخن معاه واحد الصينية، هذيك الصينية اللي غادي نديرو فيها الماء باش غير حنايا نحطو الصينية نتاع هذا الخبز، فغادي نرميو في ديك الصينيه تاع الماء وغادي يطلق البخار ونسدو الفران ونخليها يطيب. غي يفوت واحد الوقت هكذاك ربع قريب يطيب، صافي نقلعو هذيك الصينيه باش ما يردوش بزاف الرطوبه، نقلعو ديك الصينيه صافي ونخليو الخبز عاود يكمل الطياب. وهكذا غادي نقول اذا فالدقيق مثلا انا درت غير 400، ودرت معلقه صغيره ونص نتاع الخميره نتاع الحبوب، ودرت فيها واحد جوج معالق هكذاك تاع زيت الزيتون، وهذا من بعد نعجنوه مزيان مزيان كيكون جاري بزاف حتى يخمر. المره الاولى عاد نديرو فيه الملح، والمره الزوجه ونعجنوه هكذا نغي نطويوه نطويوه ندخلو فيه ديك الملح، من بعد نخليوه يخمر، ومن بعد ملي غادي يخمر غادي نخليوه في واحد الصينيه نديرو فيها الزيت مزيان مزيان نخليوه يخمر. ملي غادي يخمر اذا غادي نكون عندنا واحد الطاوله مرشوشه مزيان بالدقيق، غادي نروليو فيها هذيك، نقلبوا ديك الصينيه، من بعد غادي نروليو داك الخبز هكذاك نروليو. هذا ما بينتها لان سينو كيكون جاري باش ما تلصقليش على الاخر على الطاوله. اذا غنروليو نريوليه ونقطعوه، ثم غادي نعدلوه هكذا كويرات بلا ما نقرصوه، ما نقرصوش سينو هذاك الهواء غادي يتباع يتقلع منه. حنايا بغينا هذاك الهواء اللي غادي يبقى فيه، هذاك هو اللي غادي يكون به هذاك الخبز خفيف ويكون مزيان. اذا فها هي الصينيه، فنرول نقلبوها وهذاك الدقيق العجينه فيها، ونروليوها نروليوها يكون هذيك الطاوله عامره فيها الدقيق مزيان باش ما يلصقش لان كيكون جاري. روليوها نروليوها، ومن ثم غادي نجمعوه غير هكذاك نقطعوه ونجمعوه غير هكذاك بلا ما نقرصوه، لان الا قرصناه صافي ما يكونش مزيان. ونديروه والصينيه والفران كيكون يسخن ومعاه واحد الصينيه حتى هي تسخن. هذا راني غير وريتها وصافي لان كنت نسيت. من نرميو هذاك الفوا هذاك الماء غادي يكون يخرج واحد البخار منه من هذيك الصينيه، هذه هي اللي غادي نخليوها. والصينيه نتاع الخبز غادي ندخلوها الاول حنايا ملي ندخلوها في الفران، اذا نفرميو هذاك الماء في هذيك الصينيه اللي كتكون ساخنه لتحت، هو غادي يبدي يطيب هذاك الخبز. اذا غادي هذيك نزلو هذيك الفران نقلعوها هذيك الصينيه اللي فيها الماء باش ما يعطيلوش بزاف الرطوبه، ونخليه يطيب يكمل الطياب ديالو هكذاك. وهكذا كيكون. وغير شنو هي هذاك الخبز ملي غادي نقلبوه على الصينيه على الطاوله نتاع اللي تكون فيها الدقيق، ما خصناش نقرصوه، غنقطعوه ونعطيو له غير واحد الا بغيتو واحد الدقيق هكذاك الفورمه دائريه، ولكن بلا ما نقرصوه، ما خصناش نديرو عليه اليد نقرصوه لا، سينو ما غاديش يكون فيه هاد الحفيرات يكون فيه مهوي يتقلع له كاع داك الهواء. فنخليوه هكذاك سواء مربع ولا دائره، انا غير عطيت واحد الفورمه هكذا غير شويه وصافي باش ما يكونش مهم، غير يكون هكذاك. وبغيتو تقطعوه كيف تقطعوه تخليوه هكذاك، وباش يكون عندكم هذيك الخطوط نتاع تقلبوه خليه يخمر شويه الا بغيتو، ولا لقيتوه خامر صافي وتديروه هكذاك في الفران. وهكذا كيكون مهوي بلا ما نقرصوه. بغينا نعطيو له الفورمه ولا هكذا كيكون.